مباشرة ينضم إلينا من الجنوب اللبناني أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحييك أحمد، كنا ننقل منذ قليل هذا المؤتمر الصحفي لوزير الصحة اللبناني يتحدث فيه حول آخر التطورات لما حدث وخاصة في الناحية الطبية، لكن ماذا عن الجديد فيما حدث في ظل هذه التفجيرات؟ نعم، تحياتي لك في البداية. ربما تحدث وزير الصحة بالفعل عن عدد الضحايا الذي ربما يناهز 2800 مصاب جراء هذا العدوان الإلكتروني من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا العدوان غير المسبوق. وتحدث أن هناك 750 مصابا هنا في الجنوب اللبناني جراء هذه العملية التي استهدفت بشكل انتقائي عدد معين من حاملي هذا الجهاز المخصص للتواصل الداخلي بين عدد من أعضاء حزب الله في الجنوب اللبناني، وأيضا في العاصمة اللبنانية بيروت، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وأيضا في البقاع شرقي الدولة اللبنانية. فهو يتحدث عن 750 مصاب هنا في الجنوب وقرابة 150 مصابا في البقاع شرقي الدولة اللبنانية، وباقي الإصابات في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وأيضا مناطق أخرى في العاصمة بيروت. فبالتالي هو عدوان شامل على مناطق متفرقة في الدولة اللبنانية. عدد الوفيات جراء هذا العدوان وصل إلى 12 شهيدا، بالإضافة أيضا إلى وجود عدد من عناصر حزب الله نعاهم حزب الله في بيانات متلاحقة. ربما حزب الله نعى منذ مساء أمس وحتى الآن قرابة 12 عنصرا من عناصره جراء العدوان الإسرائيلي بالأسلحة والصواريخ على الجنوب اللبناني، وأيضا جراء واقعة أو الخرق الأمني المعروف باسم الخرق أو السبراني لأجهزة التواصل بين عناصر حزب الله. فبالتالي وزير الصحة يقول أيضا أن بين الضحايا هم عدد من العاملين في القطاع الصحي الذين كانوا يستخدمون هذه الأجهزة في التواصل الداخلي وانفجرت هذه الأجهزة أثناء استخدامهم. فبالتالي هناك عدد من عناصر القطاع الصحي استشهدوا أو أصيبوا جراء هذه العملية. والقطاع الصحي هنا في الجنوب اللبناني لا يزال يسابق الزمن من أجل الانتهاء من العمليات الجراحية للمصابين الذين يتواجدون في المستشفيات. أما فيما يتعلق بالوضع الميداني على أرض الواقع، شهدت بلدة عيت الشعب قبل قليل قصف مدفعي من قبل مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي. أيضا هذه البلدة، بلدة أو مستعمرة المطلة الإسرائيلية، شهدت في صباح اليوم انفجار صاروخ اعتراضي. يبدو أن هناك عملية كانت تنفذ لحزب الله، ولكن اعترضتها صواريخ القبة الحديدية على مستعمرة المطلة التي تظهر الآن. وإن كان حزب الله قد أصدر بيانا صباح اليوم مؤكدا أنه سيواصل عمليات الدعم والإسناد والرد على الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، الرد العسكري أو الاعتداءات العسكرية على الجنوب اللبناني، وأكد أيضا أن عملية الخرق السيبراني لن تمر دون رد، وأكد أيضا أن الرد سيكون قاسيا وسيكون عسيرا على حد ما جاء في البيان. طبعا يبدو أن المشهد يأخذ في الاتساع في ناحية التوتر كما تقول أحمد، لذلك أشكرك في هذه اللحظات، كنت معنا مباشرة من الجنوب اللبناني أحمد سنجاب. شكرا لك أحمد.